طيب نتكلم بقى عن عدد من الملفات. محافظة الإسكندرية وملف القمامة. هذا الملف يعني ممكن نقول إيه، أزمة ومشكلة مزمنة سنين طويلة جدا، لكن بدأنا نحن نحلها بشكل جذري الفترة الأخيرة. عملنا إيه؟ لا أكيد إحنا طبعا مشكلة القمامة دي مشكلة على مستوى مصر وعلى مستوى اسكندرية بصفة خاصة. عندنا مشاكل كتير، عندنا مناطق شاسعة ومتعددة في عمليات الجمع، المفروض في مناطق بيبقى عمليات الجمع بالصفارة، في مناطق عمليات الجمع بتبقى الصبح، وفي مناطق عمليات الجمع بتبقى بالليل. لكن المشكلة إن بعض المناطق إن إحنا بعد ما يتم الجمع بكميات وأطنان الناس تنزل تلك القمامة تاني في الشوارع، نتمنى ان هي تختفي بصراحة، وبيتركوا يعني الصندوق اللي هو معمول ويحطوا القمامة في وسط الطريق، ودي مشكلة كبيرة دي جدا، ثقافة خاطئة. لكن احنا بنحاول، احنا نظمنا العمل وعاملين خطة عمل لمجابهة القمامة، نجحنا في بعض المناطق، في مناطق لا لسه ما نجحناش فيها، بنعمل محاولات وان شاء الله هننجح، لازم ننجح مدام المواطن هيبقى عنده وعي وينسق معنا ان شاء الله هننجح فيها. طيب محور المحمودية، انا مش عايزة اقول بصراحة ترعة المحمودية، لانه هذا المكان ما ينفعش دلوقتي وبعد التطور اللي احنا شاهدناه في محور المحمودية ان احنا نقول ترعة، لانه هذا المكان كان بالفعل ترعة وكان عشوائيات، ولكن دلوقتي هذا المكان شهد اكبر تطوير حضاري شهدته محافظة إسكندرية منذ 50 عاما. مكان تاني، مكان مختلف، شكل حضاري يليق بالمواطن إسكندري بالفعل، بعد إزالة طبعا العشوائيات اللي كانت بتعطل الطريق ده. أنت أشرتي لشريان الحياة لمحافظة إسكندرية، شريان الأمل. الشريان ده يعني مش عاوز اقولك، انا شفت ترعة محمودية وهي قمة السوق. المشروع اول حاجة كان بتكلفة 5.5 مليار جنيه، المشروع بطول 21.6 كيلو، المشروع بيضم حوالي 25 كوبري مشاة، في عندنا الكباري العلوية بطول 9 كيلو تقريبا. طبعا فتح شرايين الحياة تماما لأهل اسكندرية. انت تخيلي لو لولا ان محور المحمودية ده وتطويره ما كنت عشان توصلي هنا لغاية القلعة ممكن تاخدي 2 أو 3 ساعات. وحول لحضرتك حاجة، لو انت جاي من الطريق الصحراوي وعاوزة تدخلي المعمورة انت دلوقتي بتدخلي توصلي في 10 دقائق، قبل كده كنت تاخدي وقت لمدة 2 ساعة تقريبا وممكن يزيد. طبعا زي ما انت شفتي وهو طريق هايوي حاجة رائعة، عدة حارات، 5 حارات في كل اتجاه، طبعا فتح شرايين الحياة بالنسبة لإسكندرية وبالنسبة لأهل إسكندرية. ده نقطة. لا النقطة الثانية اللي يهمني جدا أشير ليها، اللي اتعمل على هذا المحور من بحيرات جميلة وتنظيف للمنطقة بالكامل، إزالة كل العشوائيات، وبناء عليه احنا انت متخيلة الشقة اللي كان سعرها 500,000 جنيه بقت ب1.5 مليون وبقت ب2 مليون جنيه، لانها بتطل على منظر جمالي رائع وحدائق خضراء. احنا كان يهمنا جدا في المشروع ده ان احنا نحافظ على الاثر ونحافظ على هذا العمل العظيم اللي انا بعتبره اكبر مشروع حضاري في اسكندرية في العصر الحديث. طيب نتكلم برضو عن الاسكان الاجتماعي، الإسكان الاجتماعي والتوسع العمراني اللي حصل الفترة الأخيرة، زي كده بشاري الخير، الأسمرات، الأماكن كمان والتوسع اللي حصل في أكتر من محافظة، وكان محافظة إسكندرية كمان كان ليها نصيب في تطوير الكثير من المناطق العشوائية أولا، وكمان في وجود إسكان اجتماعي لعدد كبير جدا من الشباب ومن الأهالي. نتكلم في نقطتين، أول نقطة اللي هي آخر زيارة لسيادة الرئيس وتشريفه لنا لافتتاح بشاير الخير 3. بشاير الخير ده مشروع إسكان رائع لأهلنا البسطاء على مستوى محافظة الإسكندرية بالكامل. إحنا كم الوحدات السكنية أكثر من 10,250 وحدة في المشروع مؤخرا، ده غير البشاير الخير 1 و2. ده بالإضافة أن إحنا عندنا سيادة الرئيس أمر ببشاير الخير 6 و7 و8 و9، وده هيبقى في العمرية إن شاء الله. مشروع رائع، وأتمنى أن احنا بعد ما نخلص اللقاء هنا
ننزل نزوره وتشوفي هذا الجهد الرائع اللي بني خلال سنوات بسيطة. ده مشروع برضو يعني مش عاوز أقول لك سد فجوة كبيرة جدا بالنسبة للإسكان. وإحنا بنعمل وفر قد إيه تقريبا النسبة لو ممكن نقول رقم؟ لا أنا هقول لحضرتك حاجة، مش وفر، ده هو ارتقى بالإنسان السكندري بشكل بدل ما كان مقيم في عشوائيات. يعني هتشوف الصور بتاعتها دلوقتي بيقيم في مساكن محترمة ومساكن ومناسبة في السعر ومناسبة في السعر طبعا 250 جنيه في الشهر. والشقة مفروشة بالكامل، سراير وكل حاجة، كل التجهيزات اللي موجودة في الشقة. طيب احنا عندنا برضو كان في خطة للارتقاء بالمناطق العشوائية زي العصفرة والدخيلة وسيدي بشر وإيه تاني ونادي الصيد وفي أكتر من الحضرة والعصفرة إبلي وسيدي بشر إبلي والدخيلة الشمعدان. احنا عندنا حول حاجة، يعني احنا الحقيقة عندنا صندوق تطوير عشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ربنا وفقنا فيه في بداية العام ان احنا حصلنا منه على 811 مليون جنيه لتطوير 7 مناطق عشوائية. ما تخيليش احنا بدأنا، كنت بقى انا بنزل ازور كل منطقة واخد المعدات معايا عشان نعلن اشارة البدء. الصندوق تطوير عشوائيات احنا بيختص بايه؟ اول حاجة الصرف الصحي، ثم الرصف، ثم الانارة والكهرباء لكل منطقة. طبعا في مناطق في عشوائية غير عادية، الناس يعني محتاجة رصف عشان تعرف تمشي في الشوارع. مش عاوز اقول لك الناس استقبلتنا قد ايه وكانت فرحانة قد ايه. كنت بتابع احدى المناطق اللي هي بنطورها عشوائيا وهي مربع السيوف، شفت الرصف شغال ازاي، تابعت الصرف الصحي ازاي. مش عاوز اقول لك مدى سعادة الناس واستقبالهم لنا كان قد ايه. يهمني اتمنى ان نعمل الاسكندرية كلها. في المنشية كمان يا فندم، المنشية والزحمة، الناس بتشتكي هناك من الزحمة وجود المحاكم هناك واحنا بنحاول احنا نواجه الزحمة ونقضي عليها برضو عشان حركة المرور. مدام أثرتي هذا الأمر، احنا عندنا مشكلة في اسكندرية لازم الناس تعيش معايا فيها، وهي مشكلة الازدحام لسبب الباعة الجائلين والعشوائيات اللي موجودة في بعض المناطق. الناس زعلانة من منشية، الناس زعلانة من محطة مصر، الناس زعلانة من منطقة السبع بنات. المناطق دي كلها طبعا فيها مناطق مزدحمة جدا والباعة الجائلين بيفترشوا. احنا حاطين خطة هنشتغل عليها تماما. احنا الفترة القادمة هنطور محطة مصر تطوير رائع، وكل الباعة الجائلين اللي هناك هيمشوا، ومش هنمشيهم عشان نقطع عيشهم، لا، هنعمل بيكات معينة بحدود معينة عشان تبقى يعني يبقى في أماكن محترمة. لكن الباعة الجائلين أنا بطمن أهل اسكندرية، بقول لك كل الأسواق العشوائية هنشيلها وهتزال وهنعمل مكانها وفي أماكن قريبة بايكات ومحلات صغيرة محترمة لكل الباعة الجائلين عشان ما حدش يقول إحنا قطعوا عيشنا. مش هيحصل، لكن أنا منظم هذا العمل تماما. سوق الـ30 في شارع القاهرة ده مهم جدا، شارع المعهد الديني هزيله، يعني هزيله وهشيل البياعين اللي فيه، وهعمل حاجة كويسة جدا بالتنسيق مع وزارة الأوقاف. المنشية هنشيل الباعة الجائلين وهنعمل لهم حاجة كويسة. محطة مصر عشان بعد كده لما نشيل محدش يقول قطعتوا عيشنا، لا، يعني احنا بنراعي ونقنن الوضع بالضبط، وبالعكس ده يمكن افضل ليهم كمان.